السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنستغفر الله ونتوب إليه. ويقول جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا شيخ إسلام بن عبد الوهاب وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يا عبد الرحمن ما الجهاز في عطلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. يا شيخ سمحت، يا شيخ عايز اسأل سؤال. سمحت، هل يجوز للزوج يعني ان هو يمنع زوجته من زيارة اهلها ويتعنت مثلا لها عشان كل شهر كل ممكن يكون عندها ظروف مثلا والدتها تعبانه او والدتها؟ التوسط في كل شيء مطلب، فليس للزوج ان يمنع زوجته عن زياره اهلها، لكن الزياره ايضا تكون بالمعروف، ليس له ان يمنعها، لان الله قال: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكذلك أيضا كل شيء بقدر، ولا ضرر ولا ضرار. فإذا كانت هي تطمع في الذهاب كل يوم لأهلها قد يشق هذا على الزوج، فكل شيء التوسط فيه مطلب. وبالله التوفيق. محمد بن محمود وسؤاله عن البهرة سيأتي فيها درس موسع إن شاء الله، لكن فيها شزت عن طريق الإسلام والعياذ بالله، وسيأتي بيان سبب كفرهم وضلالهم. حكما جامع زوجته في نهار رمضان جاهلا بالحكم، عليه الكفارة المغلظة صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، وعليها نفس الحكم إذا كانت مطوعة له. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. معلش يا شيخنا عاوز رقم الخاص. 0533333. 0000. أيوة 5333333. ماشي يا شيخ.
قال لزوجته نعم حركة سريعة جدا مش عارف ايه الموضوع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك عم الشيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك انا عايز اسأل حضرتك على صدقة جارية. انا دلوقتي عايز اعمل صدقة جارية ليا ولجوزي. بيقولوا في التلفزيون زي ما حضرتك عارف على الابيار وعلى النخل وعلى يعني الحاجات دي. فانا عزمت على البير. فانا عايزه نصيحتك ليا يا عم الشيخ. البير لو هعمل بير فعلا اعمله في صحراء مرسى مطروح ولا في افريقيا؟ وعايزه اضمن ان الفلوس اللي انا هديها دي فعلا رايحه لمصدر موثوق فيه. أيوة سمع كلامك الله يحفظك. أولا الذين يعلنون على وسائل التواصل في الفضائيات وفي غيرها لا نثق في أكثرهم، ثم إن كثيرا من الأموال هذه تذهب للقنوات المعلنة. فإذا كان لك شخص تثقين فيه في مرسى مطروح يفعل لك البئر هنالك وهناك ناس طيبون، إذا كانت منطقة فيها احتياج فأرى ذلك أولى ويكون على عينيك أو على عين من توكلينه يكون أفضل والله أعلم. طب أنا من الفيوم وما أعرفش أي حد خالص عم الشيخ. في واحد في الفيوم من الممكن نوصلك إليه إن شاء الله من نفس مدينتك وتذهبين إليه إن شاء الله بعد الدرس كلميني. شكرا. الله يسلمك. قال لزوجتي في حالة غضب وجدال: والله العظيم ما هطلب منك حاجة، والله العظيم ما هطلب منك حاجة، علي الطلاق ما هطلب منك حاجة. هذه ثلاثة أيمان على شيء واحد يكفر لها كفارة يمين ويتحلل من يمينه، ألا وهي إطعام 10 مساكين وبالله التوفيق. يقول يا سبت يا عبد الرحمن الأسئلة ما لها فائدة إذا كانت تجريمة. نتمنى نصيحة لمن يدعون لأصحاب القبور ويتوسلون بالأنبياء. كيف لمن يدعون لأصحاب القبور؟ ندعو لأصحاب القبور نقول اللهم ارحمهم، لكن إذا قلت من يسألون أصحاب القبور فهؤلاء يفعلون شركا بالله. قد قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فليس هناك شخص أضل من شخص يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وبالله التوفيق. تقول مرتدية منتقبة: وألبس السواد وأريد أن أرتدي عباية بيضاء في فرح أختي والعمرة، وزوجي يكره أن أرتدي البياض ويقول الأسود أكثر سترا. نعم الأسود أكثر سترا، لكن البياض ليس بحرام إذا كان يغطي البدن كله إلا أنه فقط قد يلفت الأنظار. معجون الأسنان لا يفطر الصائم إلا إذا ابتلعه الصائم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، ما أنا قلت لو الوظيفة دي جات لي أو الشغل ده لو جالي أضل أول مرتب لله، هل ده يعتبر نذر؟ نعم بالتوصيف الذي ذكرته يعد نذرا، وأنصحك بالوفاء به. طيب لأن طيب. الله قال أنا ما قبضتش يعني أول شهر، يعني ممكن أقبض مثلا 7 أو 8 شهور على بعض. في ذمتك. في المية يعني المية مثلا لو أنا في ذمتك في ذمتك في ذمتك في ذمتي شهر واحد ولا أطلع الأرض كله اللي هو 7 شهور على بعض؟ لا أنت قلت أول شهر. قلت أول شهر. طب خلاص في ذمتك أول شهر. طيب تمام. طب هو مين ينفع مثلا؟ أنا قلت لله
ينفع مثلا اجيب هدايا مثلا الاصدقاء والاهل والاقارب؟ لا لله يكون صدقات مش هدايا. ليس هدايا. طب يعني مثلا لو زيارات مثلا للاهل وال يا اخي اخرجه لله يا اخي على حسب نيتك. انت كنت تنوي ايه بس ما تغيرش نيتك. كده برضه التلاعب ما يصلح مع الله. لا هو لا لا, لا مش تلاعب على حسب نيتك. والسلام عليكم. هل يمين يتوقف على لفظ اليمين او ما يقصده الشخص بقلبه؟ توقف على النية مع التلفظ. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخنا معلش سؤال خاطر حضرتك يا شيخنا جزاك الله عنا كل خير. وياك تفضل. ربنا يعزك يا شيخنا. دلوقتي أنا متزوج وعندي طفلين. متزوج وعندي طفلين. أيوه. ولم أوفق في الزواج الأولانية في الاختيار الصحيح يعني. يعني الزواج ما كانش على يعني الزوجة مش على الدين يعني بشكل كويس يعني. بس دلوقتي لو حبيت أتجوز تاني فغالبا البيت الاولاني دوت يعني هيحصل فيه طلاق يعني. فانا لو عملت حاجه زي كده يقع اسم عليا انا؟ لا اذا تزوجت زوج ثانيه ليس عليك اثم. واذا طلقت ليس عليك اثم، لكن تعطي كل ذي حق حقه. السلام عليكم. يعني ما فيش اي اسم يقع عليا خالص يعني. اظني اجبتك. جزاك الله. وياكم. حكم العمل في صيانة الشبكة والأجهزة التي تربط فروع البنوك ببعضها. العمل في ذلك جائز لأن البنوك متعددة الأنشطة، فالعمل جائز وإن كانت الكراهة موجودة أيضا. قل كيف أكون رجلا صالحا ويجعلني الله في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس؟ إجمالي القول اسأل الله ذلك ثم اعمل بكتابه الذي أنزل وسنة رسوله التي بعث. السلام الذي بعث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله. أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا أتصل من تركيا من إسطنبول. أريدكم أن تدعوا لأبي لأنه توفي. الله يرحمه رحمة واسعة. الله يرحمه أمواتنا وأموات المسلمين يا رب. آمين آمين. أنا طالب علم أريدكم أن تنصحني بأي شيء. طالب علم عليك أولا بدعاء الله وقل رب زدني علما. ثانيا عليك أن تجتهد في تحصيل أكبر قدر ممكن من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا حفظ القرآن يعني عندي إجازة، ولكن إن شاء الله. لا أقصد الإجازة فقط، إجازة التلاوة، إنما أقصد العمل والفهم لكتاب الله. انظر ماذا يريد الله منك وعن أي شيء ينهاك الله، ولماذا يخبرك الله بهذه الأخبار؟ افهم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، اتقنها واعرف الصح منها واعمل به. بارك الله فيك. وياكم. حكم الحنة للرجال. حكم الحنة للرجال لا بأس بها إذا احتيج إليها ما لم تكن تشبها بالنساء. إذا كانت تشبها بالنساء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هل يصح أن رجلا سيخرج اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة؟ أما كلمة يصلحه الله في ليلة فلا تثبت. وأما الجزء الأول من الحديث فيقبل التحسين على إغماض يسير في بعض رواته. هذا وقد بلغني وقرأت على بعض وسائل التواصل أن رئيسا لبعض الدول الكبرى كلف مستشاريه بالتعرف على الإسلام، ومن الغريب
وما أدري ما نيته في ذلك، أنه يركز على المهدي، يركز على المهدي. وهذا إن سلمت له النية فله نيته، لكن إن ظننا ظنونا أخر قد نقول أنه يركز على المهدي، فقد يقرر سلامة مدعى الشيعة بناء على تقارير مستشاريه الذين يزعمون مزاعم باطلة في شأن من أطلقوا عليه المهدي المنتظر، فيؤول ذلك إلى مزيد من الفرقة بين المسلمين. وليته سأل عن أصل دين الإسلام، ما دين الإسلام وما أصله، وبما جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليت هذا الرئيس الطاعن في السن، رئيس إحدى الدول الكبرى، يسأل عن دين الإسلام، ما دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أرسلت به الأنبياء كلهم، الذين أرسل به الأنبياء كلهم، ما هذا الدين؟ هذا من اللائق به. ديننا فيه توحيد الله، أن نعبد إلها واحدا لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا لهداية الخلق، وأنزل على الرسل كتبا، وختمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم إن هناك بعث، جنة لمن أطاع ونار لمن عصى، عياذا بالله من النار، ونسأل الله جنته. ثم إن لله ملائكة، وأنه تعالى قدر المقادير، وسبحانه شرع الشرائع، لأن فيه صلاة وصيام وزكاة وحج، صلاة وصيام وزكاة وحج بعد الإقرار لله بالوحدانية. فليت هذا الرئيس يسأل عن هذا الذي جاءت به الرسل كلهم، وجاء به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، أولى من أن يركز في سؤاله عن المهدي الذي ضعفت أكثر الأحاديث الواردة فيه، وبطلت فيه أباطيل الشيعة، عياذا بالله من الشيعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا شيخ، أنا حواجبي عريضة ومش عاوز أعملها. زوجي بيقول حواجبي عريضة ومش عاوز أعملها. زوجي بيقول لي إذا ما عملتيهاش ما تدخلش البيت، يعني هو مصمم إن أنا أعمل حواجبي وأنا مش عاوز أعملها. يعني تتنمصي، مصمم، خلي الوضع الصحيح في السؤال، مصمم على التنمص. أيوة. فإذا كان يطلب منك التنمص فلا طاعة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وقال لعن الله النامصة والمتنمصة. حترى بيقولين هي كده شكلها منفر وهو مش حبيبها كده. هو نحن ما حب الزوج أم ما حب الله ورسوله؟ لا، ما حب ربنا. خلاص، النبي قال لعن الله النامصة والمتنمصة، والله خير وأبقى، الله خير من الزوج وأبقى من الزوج سبحانه وتعالى. تمام. تقول إنها وحيدة أمها، يجوز أن تكتب الشق، تكتب الشق اللي سكن فيها معها باسمك هبة؟ لا تفعل، فإن لها ورث آخرون وستظلمهم بذلك. قل الدنيا لها نهاية، كيف نصنع حتى تكون النهاية حسنة نلقى بها ربنا؟ أولا علينا أن نسأل الله ذلك، نسأل الله الخاتمة الحسنة، نثبت على ديننا. فالخليل يقول يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعلينا أن نعمل الصالحات في حياتنا، فقد جرت العادة بإذن الله في الغالب، في غالب الأحوال، أن من يعيش على شيء إن شاء الله يختم له به، إذا كان يبتغي بذلك وجه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم. وسمحت يا شيخ، هناك مصدر معروف في مصر أفتاني بعدم وقوع طلاق الحيض، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. وهذا المفتي بهذا القول يتسبب في معيشة الناس في الحرام. وإذا كان عالما من العلماء قال بذلك اجتهادا وأقطع أنه أخطأ في اجتهاده، وهو ابن تيمية رحمه الله تعالى أخطأ أخطاء واضحة في هذه المسألة، وخالف جماهير السلف وأصحاب المذاهب الذين قالوا بوقوع الطلاق في الحيض فلا يتبع عالم على خطئه. وإن شئت وأنت تهتم بهذا الأمر، لأني سأنصحك وأنصح من يقولون بهذا القول، وطبعا النفوس تطمئن بالأدلة، النفوس تطمئن دائما بالأدلة. استدل الجمهور القائلون بأن الطلاق المعلق خالف فعله السنة ولكنه وقع بالآتي ذكره. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض مره فليراجعها. قال الجمهور وما دام يراجع إذا طلقت فلا مراجعة إلا بعد طلاق. ثانيا أن ابن عمر قال حسبت عليه تطليقة، وفي رواية أنه سئل حسبت عليك تطليقة قال أو ما أفرأيت إن عجز واستحمق. ثالثا أنه طلق، قال أنت طالق. لو سمحت يا شيخ بعد إذن حضرتك، من يعني مثلا حضر هذا الرأي يعني وعشر جنبك؟ نعم، اللي بياخد بالرأي ده اللي خد بالرأي أراه يعيش في الحرام. أراه يعيش في الحرام، يبقى عايش في الحرام. أي وأنت قطعتني لكني كنت سأكمل. لكن أنا متأسف يا شيخ بعيش عشان بس أنت الخط يقطع. نعم أسلمك شكرا، لكن أتبع الفتوى بقولي ببيان سبب خطأ ابن تيمية رحمه الله تعالى وقبله ابن حزم. فاستدل ابن تيمية رحمه الله بثلاثة أدلة على عدم وقوع الطلاق المعلق بعد أن بينا أدلة القائلين بالوقوع. هذه أدلة ابن تيمية، وانظروا كيف حصل الخطأ فيها. ولن أورد ابن تيمية تبعا لابن حزم أثرا فيه أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في حيضتها أي يعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. هكذا أورد ابن تيمية تبعا لابن حزم الظاهري، وهذا خطأ واضح. ولشخص أن يتكلم في ابن حزم وفي ابن تيمية بسبب هذا، لكن نلتمس الأعذار لعلمائنا. ما وجه الخطأ في هذا؟ وجه الخطأ أن هذا الأثر جاء مطولا في الأقراء. سئل ابن عمر عن الرجل يطلق زوجته وهي حائض أي يعتد بتلك الحيضة، يعني من الأقراء أو لا يعتد بتلك الحيضة من الأقراء؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة من الأقراء. فلما أسقط ابن حزم الظاهري أو سقطت منه على التماس العذري، سقطت منه نقول سقطت منه كلمة الحيضة، قدر محذوفا خاطئا وهو أن يعتد بتلك التطليقة. فالرواية التي رواها ابن تيمية وابن حزم يعتد بتلك مختصرة، لكن هي مطولة موجودة في مصنف ابن أبي شيبة أي يعتد بتلك الحيضة، وأوردها ابن أبي شيبة وغيره تحت باب الأقراء، فليست هي في التطليقة. هذا خطأ شنيع وقع فيه ابن تيمية رحمه الله وقبله ابن حزم لما روى الرواية مختصرة اختصارا أخل وأضر. قال أيعتد بتلك، قال لا يعتد بتلك، إنما الصواب أيعتد بتلك الحيضة، قال لا يعتد بتلك الحيضة. فارق واضح لكل ذي لب. استدل أيضا بحديث
طبعا ابن حزم، وهو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال طلاق المرأة في الحيض ليس في أمرنا فهو رد، فنقول نعم رد لك ملزم بالحكم. الذي يقول لامرأتي أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر مظهر، ليس في ديننا، ليس في ديننا، بل هو منكر من القول وزور، ومع ذلك يلزم المظاهر بكفارة الظهار. أما الدليل الثالث الذي استدل به فهو من الناحية الحديثية شاذ ورفضه أكثر المحدثين، وهي رواية أبي الزبير عن ابن عمر أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في حيضتها فلم يرى ذلك شيئا. الجماهير من أصحاب ابن عمر خالفوا أبا الزبير في هذا، ولذلك وهم العلماء أبا الزبير في هذا. فهذه حجج ابن تيمية. والمقلدة الموجودون الآن في إكشاك الفتاوى ما عندهم إلا الكلام عن ابن تيمية أنه لا دليل، إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. فتركوا الأئمة الأربعة وتركوا الصحابة وتركوا أثر ابن عمر بارك الله فيكم، وليس لهم إلا التقليد بقصد عدم هدم البيوت، هو لا هدم بيته. ولأن يبنى بيت مؤسس على التقوى أحب إلى الله وأفضل من بيت بني على شفا جرف نهار وبني على الزنا والعياذ بالله. السلام عليكم. هل يجوز عمل عملية تجميل في عيني لأنني مريض؟ عمليات التجميل الضابط فيها إذا كنت ترجع إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس بذلك. بمعنى مثلا رجل ولد له غلام مثلا مجرى البول مسدود، فأراد أن يعمل عملية لتسليك مجرى البول فلا بأس بذلك، ولا نقول إنه تغيير لخلق الله، إنما هو وصول إلى ما عليه عموم خلق الله. أما عمليات التجميل التي تتضمن تغييرا لخلق الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. بارك الله فيك، طلبا للحسن. رجل يعطيه الناس أموال صدقات لإعطائها للفقراء، في أحيانا يعطي الفقراء من ماله الخاص على أنه يأخذ ما دفع عندما يعطيه الناس أموال الصدقة، لا بأس بذلك، لأن تقديم أموال تقديم الزكاة عن وقتها جائز والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين بسرعة شيخ مصطفى لو سمحت. تفضل. هو إيه حكم حلق شعر الجسم يعني مثلا زي القدم والذراع وكده؟ إذا كان خارجا عن حد الاعتياد فلا بأس بذلك. شعر تقصير بس يعني مجرد تقصير يعني. ها؟ يعني أقصر بس مش حلق خالص يعني. قص بمقص يعني؟ يعني هو الأصل جواز ما نستطيع أن نحرم. السؤال الثاني، هل أنا يعني ذكرت الله في سري بس وأنا في الحمام يعني حرام ولا؟ لا بأس، لا بأس في سرك لا بأس. تمام، شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كنت عايزة أسأل حضرتك هل العمل في البنوك حرام؟ ها؟ كنت عايزة أسأل حضرتك هل العمل في البنوك حرام؟ العمل في الربا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. هو يقول أليس من الممكن أن يتهم إذا اكتشف عن الله حلق شعر رجله؟ لا، ما وصلت لهذا الحد. وأحيانا الناس شعر أرجلهم كثيف جدا ويضيقهم في العرق وفي مسائل شتى، فما لم يتشبه بالنساء الأمر في ساعة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم معك. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ مصطفى؟ لو سمحت كان عندي سؤالين بس. اول سؤال، حكم التقسيط المباشر مع معرض للسيارات، اذا كان يمتلكها جاز له ان يبيعها بالطريقه التي يريد ما لم يقع في ربا. هو فعلا يمتلكها وهو مستورد ليها فعلا، يعني اقصد ان انا ادفع مقدمه للعربيه يعني. أي يبقى النظر لي. يبقى النظر في صوره العقد، اصل البيع بالتقسيط جائز، لكن يبقى النظر في صوره العقد النهائيه. تمام. بس ما فيش مشكله ان انا ادفع جزء من المبلغ واقسط الباقي. قسط بقى على ما هو، سيارة ب 100,000 اتفقتم على شرائها بالقسط 100,000، دفعت 50 تقسط ال 50. اه تمام بالظبط. السلام عليكم. ابراهيم بن موسى وفقك الله لكل خير. الأسئلة الطويلة تختصر يا جماعة. السلام عليكم. ألو؟ دعك من ألو، ألو خلاص لغة عجم. السلام عليكم، خير لك من ألو. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت عايزة أسأل عن حاجة. لو في واحدة مخطوبة يعني كانت خلاص بتجهز للزواج، وإجا الخاطب وقال قبل الفرح بأقل من أيام يعني بتحديد الميعاد، فشكل أو يخلص الموضوع خالص وبدون إبداء أسباب. فدلوقتي الشبكة اللي هو كان جايبها الدهن دي، الغرامات التي غرمتها كثيرة خلاص، كان مصنع بجهة الغرامات كثير يعني. الغرامات التي غرمتها المخطوبة وقد ترك الخاطب بلا مبرر، تحملها للخاطب وترد إليه سعر الشبكة. سعر الشبكة ترد إليه الباقي. يعني تخصم منه الغرامات اللي هي غرامتها وترد له الباقي. لا ضرر ولا ضرار. الحكم في الذهب المرصود، إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة سنويا، وقد قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالذهب المرصود يعني المدخر على ما فهمته، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي، وقد قال ابن عمر: أي مال أخرج زكاته فليس بكنز وإن كان فوق الأرض، وأي مال لم تخرج وإن كان تحت الأرض، وأي مال لم تخرج زكاته فهو كنز ولو كان فوق الأرض. حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ثابت صحيح. حكم من طهرت بعد العصر، هل تصلي العصر والظهر؟ وكذلك إذا طهرت بعد العشاء هل تصلي المغرب والعشاء؟ لا، إنما التي طهرت بعد العصر تصلي أقرب فريضة فقط، العصر فقط، والتي طهرت بعد العشاء تصلي العشاء فقط. نعم قد قال بعض السلف أنها تصلي الظهر مع العصر، لكن لا أعلم لذلك أي مستند من كتاب أو سنة، وبالله التوفيق. رجل رضع في زوجة أبي الأولى، هل يجوز لابنه أن يتزوجني؟ لا يجوز يا سائلة. ورضع من زوجة أبيك فأصبح أبوه أخو لك من الرضاعة من الأب، يعني في رجل، هذا المسألة يسميها العلماء لبن الفحل، رجل متزوج بامرأتين، هذه المرأة أرضعت ولدا وهذه بنتا، الولد لم يجتمع مع البنت على ثدي واحد، لكن الذي سبب نزول اللبن للمرأتين هو الفحل الزوج، فتسمى هذه البنت أخت لهذا الولد من الأب من الرضاعة. شاهده قصة أفلح أخي أبو القعيس. جاءت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت يا رسول الله إن أفلح أخا أبا القعيس يستأذن في الدخول علي، فقلت له إنما رضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، يعني الرجل عم عائشة من الرضاعة. قال النبي إنه عمك فليلج عليك. فالرضاعة كما أنه يحرم كل من اجتمع على ثدي واحد، يعني امرأة ارضعت طفلا الآن وبعد 20 سنة ارضعت طفلا أخوه الأول من الرضاعة، كل من رضع من ثدي المرأة فهو أخ للآخر من الرضاعة. كذلك هناك لبن الفحل، لو رجل تزوج 20 امرأة يطلق ويتزوج يطلق ويتزوج، وهذه أرضعت والد وهذا أرضعت، كلهم إخوة من الأب من الرضاعة. لعل الكلام فهم، والله أعلم. وجزاك الله خير يا أحمد الزلباني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخنا سؤال. سلي. الآن أنا عندي مثلا مجموعة من الأواني للطبخ، وعلمت إن في لو في ثقب فيها أو هي من مادة ألمونيوم أو مادة كذا مضرة بالصحة، فتركتها على جنب لأني خلاص أنفت إن أنا أستعملها واشتريت جديد. طب هل يجوز إن أنا أتصدق بها لبعض الفقراء ولا كده أنا أرضى لهم ما لا أرضى لنفسي؟ لا يجوز تصدقي بها. نعم؟ يجوز أن تتصدقي بها، ليس كل الناس مثلك. نعم. الناس يعني تتفاوت ثقافة. أنا سمعت إن هذه المواد مضرة مثلا. لا مش مضرة، ضرر أصلا، في الضرر نسبي يا أختي. الضرر نسبي، يعني في مثلا ثقب خفيف في الألمونيا في ناس تتحمل، في ناس تتحمل، وفي ناس يعني الحمد لله يتحملون أكثر من ذلك، أو يبيعوها لناس ويعيدون سبكها أو صهرها. نعم بارك الله فيك. سؤال آخر من فضل، هل يجوز أن أنا أوصي أن أنا أدفن في مكان بعيد عن مكاني، بلد بعيدة، حتى يكون هناك دفن شرعي، أم الأفضل أن أدفن في بلدتي في مقابر عادية؟ يجوز ما لم تشقي على الناس. بمعنى يعني ممكن مثلا أنت الآن من أي بلد، من أي البلاد مثلا أنت؟ أنا من الدقهلية مثلا، وسمعت أن هناك مقابر شرعية في كفر الشيخ. أنت من الدقهلية؟ نعم. على حدود الدقهلية مع كفر الشيخ ممكن، لكن افترض أنت من الدقهلية وتريد أن تدفني في مقابر التجمع الخامس بعيدة جدا عنك، تشق على الأهل وتكلفي عليهم، ومتبعو الجنائز سيكونون أقل. وبعدين نعم. أنت في ضرورة، أنت في ضرورة الحمد لله. بارك الله فيكم. آخر سؤال. هي. الآن لو في مبلغ من المال مع إنسان، وفي مقابر يعني مقابر للنساء مثلا هي معمولة للنساء، فهل الإنسان مطالب طالما معاه إنه يشتري قبر جديد، ولا لا بأس إن هو يستغل ماله في دنياه، يعني على أساس إن هو سيدفن في هذه المقابر الجماعية مع أهله؟ يعني انت معاك فلوس، مقبره واحده مثلا للنساء وانا معي مال، او مقبره للرجال والرجل معه مال، طيب مطلوب هو انه طالما توفر معه المال ان يشتري قبرا جديدا لنفسه خاص به؟ والله ان كان هذا متيسر فهو الافضل. جزاكم الله خير. طيب. بارك الله فيك. الله يكرمك. شغل التكييف يا عبد الرحمن، الدنيا حر شويه. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مسألة محتاجة حضرتك تفتيني فيها، ولكن خاصة وأنا خارج مصر ومش عارفة حد هنا يفتيني فيها، فأرجو حضرتك تساعدني فيها. يعني هل يمكنك إبرازها على الهاتف ولا أو تحتاجي رقم الخاص؟ يعني محتاجة تفصيل، يعني مسألة محتاجة ان انا اشرحها لحضرتك، فمش هقدر ان انا اشرحها على العين. خلاص خد الرقم الخاص معروف 0000533383. طيب كم؟ 5333383. 5333383. السلام عليكم. ما السؤال يا حسين بن علي؟ أنا فهمت أن الذهب المرصود على ما سأله ذهب مرصود لأي حاجة، يعني مدخر لزواج لأن ترتفع أسعار الذهب، لكن يبدو أن يفهم الذهب المرصود أن ذهب جني، يعني مش فاهم سؤال الله.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا لما أجي أصلي في صلاة الجماعة، نعم، لو جيت أعمل الصف الثاني هلاقي عمود. يعني تسأل عن الصلاة بين السواري؟ أبعد، يعني الأفضل إن أنا أبقى قريب من الصف الأولاني في وجود العمود ولا أبعد؟ إذا كان بإمكانك البعد عن الصلاة بين السواري فالأفضل، لأنها تقطع. بإمكاني بس أبعد عن الصف الأولاني بمسافة كبيرة. هل أنت فرد أو في صف؟ جماعة، لا صف الجماعة. أيوه، يعني أنتم صف. صف، بس أنا ممكن أدخل أبدأ على الصف. أبقى بتوضى مثلا، يكون الصف الأولاني اتملأ، فأخش أنا أبدأ الصف. والله إذا كان المسجد مزدحما وهناك من صف بين السواري صلي معهم. إذا كان أبعد عادي، أبعد على الصف الأولاني، ومش هيبقى فيه صف، مش هيبقى فيه سواري إن شاء الله. خلاص. لا تقول يا منى أو منا منا الأستاذ قهري، الأستاذ لا يقهر أحد، الأمر كله بيد الله، والشيطان لا يقهر أحد، وليس هناك أستاذ قهري. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا سقط من على دابته فقال: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل الذباب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الأخ الأردني، ذكر الله والدعاء يا أخت منى. السلام عليكم. وعليكم السلام. عامل يا عم الشيخ؟ نعم. كنت عايز أسأل حضرتك، بصلي وراء إمام، أصلي مش بأصلي. اسمع تصحيح للغة، أنت تقول بصلي، قل أصلي. ما الالف وراء الامام يعني، فبيسكت حرف الهاء في السلام. الو، ايوه، ماذا يقول يعني؟ نبهنا يعني كده. يقول السلام عليكم ورحمه الله في التسليم. انا كملت وراء بحس على مثل الوسوسه. دعك من الوسوسه، الله يغفر لك. انا تيقنت، لا انا من الوسوسه، يعني لو وسوسه ما كنتش هتصل يعني، اما انا متيقن من كده. فانا صليت وراه طبقا لكلام الجمهور يعني ان الواجب السلام عليكم، لكن بالنسبه للتشهد مش عارف. الصلاه صحيحه، الله يحفظك. ماشي، بارك الله فيك. كيف الشيطان عياذا بالله يدخل للناس؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. ما حكم إفطار يوم عند في رمضان، وما الكفارة؟ كبيرة من الكبائر أن تفطر عامدا، فإنك تهدم ركنا من أركان الدين بذلك، والكفارة الاستغفار مع إعادة ذلك اليوم. يعني معليش 60 يوم صيام؟ إذا كان الإفطار بالجماع عليك صيام شهرين متتابعين. إيه نعم. أقول شهرين متتابعين، نعم، احترازا عن 60 يوم، أن الشهرين ممكن يكون 29 يعني 58 يوم. إيه نعم. شكرا. مرحبا شيخ منصور النجار، وفقك الله. هل من طلق قبل الدخول وأتم الزواج دون عمل عقد جديد ولم يبلغ الزوجة أوليها زواجه باطل؟ ثاني، لأنها لما طلقت قبل الدخول بانت منه في الحال، لم تصبح زوجة، فحتى يرجع إليها لابد أن يتزوجها بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود، ولها نصف الصداق الأول. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. نعم. إنه أحبكم بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤالين يا شيخنا سريعا. تفضل. حضرتك دلوقتي أنا لو دخلت وصلاة العشاء شغالة وأنا ما صليتش المغرب، أعمل إيه؟ وسؤال ثاني،
صلي معهم العشاء، ثم بعد ذلك صلي المغرب الذي فاتك، لأنك لا تملك أمر نفسك الآن. تمام، يبقى صلي العشاء معهم وبعد كده صلي المغرب وخلاص عليك. نعم. تمام، سؤال كده يا شيخنا معلش. اتفضل. دلوقتي لو أنا أثناء الصلاة عايز أغير نيتي، هل يجوز؟ تغير نيتك من الإطالة إلى التقصير لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. لكن تغيرها أيضا من فريضة إلى نافلة جائز، لكن من نافلة إلى فريضة لا يجوز. يعني من نافلة إلى فريضة لا يجوز، لكن من فريضة إلى نافلة يجوز. نعم، من الأدنى للأعلى لا يجوز، لكن من الأعلى للأدنى يجوز. تمام يا شيخ، حاجة أخيرة معلش. هي حضرتك، أنا والدي الحمد لله رب العالمين راجل ملتزم بس مدخن، فكنت عايز أقنع إن هو يعني يتخلى عن هذا التدخين. يعني ملتحي ومدخن؟ ملتزم ومدخن. ملتزم بإيه يعني؟ ما هو ملتزم، ما هو مدخن يعني مش ملتزم. صلاة القرآن والذكر. ها؟ صلاة القرآن والذكر، ولكنه يعني مش عايز أقنع إن هو يطلع عن التدخين. الصلاة والقرآن والذكر في ميزان حسناته، والتدخين في ميزان سيئاته. أنوه على أن كلمة ملتزم هذه ليس لها كبير أصل على عهد الرسول وأصحابه، إنما إذا أثنوا على شخص يقولون فلان رجل صالح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. وقال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولم يقل والملتزمين. اصطلاح الملتزمون، الأخ الملتزم، الأخت الملتزمة، هذا الكلام ما كان شهيرا في عهد الرسول، وإن كان يمكن أن نجد له تخريجا، لكن اتباع الوارد في الكتاب والسنة أولى. تمام، حاجة أخيرة معلش. ها، دلوقتي يا شيخ انا لو انا في البيت ويعني عايز اصلي الصلاه، اذن واقوم الصلاه، بس انا حابب ان انا اصلي في البيت مثلا انا واهلي بيتي. انا اختار راي العلماء القائلين بتاثيمك لتخلفك عن الجماعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اعمى اتاه يقول يا رسول الله ان المدينه كثيره السباع والهوام وليس لي قائد يقودني، فهل تأذن لي ان اصلي في بيتي؟ قال فرخص له النبي، ثم لما ولى دعا قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أو بلفظ قريب. ولأن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولأن الله قال واركعوا مع الراكعين. أما إذا صليت فالصلاة صحيحة، لكن أراك تأثم لتخلفك عن الجماعة ومخالفتك داعي الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، على مولانا. الحمد لله، كلمة مولانا هذه ليست في محلها الصحيح على عهد الرسول وأصحابه. على عهد الرسول وأصحابه المولى هو العبد المعتق أو السيد، العبد المعتق أو السيد المعتق أو السيد المعتق. تمام. بنقول مثلا أبو بكر بلال مولى أبي بكر، زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالم مولى أبي حذيفة كان عبدا واعتقه. أما تقول يا مولانا كأننا عبد اعتقتني، أو كلمة المولى أحيانا تطلق بمعنى الناصر. أعوذ بالله، حاشا وكلا، حاشا. اصبر علي، الله يبارك في عمرك. أنا أبين لغيرك أيضا باب إياك أعني واسمعي يا جارة. تمام يا شيخ. فانتشرت كلمة مولانا في أوساط الإخوة أهل مؤسسة شرعية معينة، مولانا، مولانا الإمام، مولانا فلان، مولانا. ما كان هذا الإصطلاح الشهير لكلمة مولانا؟ وإن كانت كلمة مولانا نحن نقصد بها سيدنا، يعني نعوذ بالله من التعجل، نعوذ بالله من العجلة.
العجلة من الشيطان. كلمة مولانا هذه استعملوها الشهير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد المعتق المعتق أو السيد المعتق، كانت تطلق أيضا على أشياء أخر، ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وهو الناصر. فكانت كلمة المولى تطلق أيضا على شخص أسلم على يد شخص، كما يقال في البخاري مولى الجعفيين، جده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي، لكن أغلب الاستعمال كان على العبد المعتق أو السيد المعتق. فنرجو الرجوع إلى ما كان عليه الرسول وأصحابه. تفضل ما عندك السؤال. أنا ناوي إن شاء الله أشتري سيارة، بس أنا متأكد أن صاحب السيارة هيستخدم المال ده هيصرف في مصرف حرام، هل يجوز أن أنا أشتري ولا لا؟ إذا كنت ترى أنك ستساعده على الإسم والعدوان لا تشتري منه. هو نوى خلاص، يعني لو لما اشتريها منه هيبيعها لغيري، خلاص نوى على بيعها. خلاص هو حر يبيعها لغيرك، أصل أنت مثلا هياخد الأموال دي هيستخدمها مثلا في هيقرضها بالربا. أنت لا تساعده على الإسم والعدوان، بس يعني عملية الشراء حرام، لكن غيرك لا يعلم. أما أنت علمت أنه سيأخذ الأموال يقرضها الواحد بالربا فلا تساعده على الإسم. هو معروف يعني معروف يا أخي، خلصنا الدور الله يغفرنا. عندنا في البلد يعني. سلام عليكم. هل يصح صيام الست من شوال قبل انتهاء أيام القضاء؟ نعم يصح، لأن أمد القضاء موسع، أمد القضاء موسع، ممكن تقضي في عدة من أيام أخرى. الست من شوال هي داخل شوال، تنتهي بانتهاء شوال. هل يجوز خطبة المختلعة وهي في العدة؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، والأحوط البعد حتى تنقضي العدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، ممكن نصيحة للزوج كيف يتعامل مع أهل زوجته؟ بالمعروف، أقول للناس حسنا خياركم أحسنكم أخلاقا. اللهم مولى الذين آمنوا ناصرهم ومدبر لهم أمورهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. يا شيخ أنا بس سؤال، أنا بأوروبا والله، بس رأي حضرتك في المجلس الإفتاء الأوروبي، لأني في مسألة يعني مسألة أن البيت شراء بيت على البنك، إذا كان قسط الأجار أكثر من قسط البنك، يعني ده مثل لك يا شيخ ان مثلا انا لما عفوا لا تجعل اهل العلم يصطدمون ببعضهم البعض. اذا كنت تريد ان تسال السؤال اسال السؤال دون ان تشير الى ما يجب تشاحنا او تباغضا. فانت تقول المجلس الاوروبي، مجلس الاسلامي الاوروبي افتى بكذا يعني وتوقعنا وتقوم في حرج، اعتذر لك الآن وبعد ذلك اسأل سؤالك. عفوا ما كان قصدي ما أنا عارف إن ما كان قصدك يعني. الله يرحم والدينا ووالديك. اسأل سؤالك من غد إن شاء الله دون أن تسمي أحد. السلام عليكم. إمامة متعمد حلق اللحية جائز، الإمامة جائزة وغيره من المستقيمين على الكتاب والسنة أولى. السلام عليكم. السلام يسأل مد. تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس كان عندي سؤال يا شيخ. سل عما بدا لك. انا في شغال على النت يعني ببيع منتجات على الانترنت، فالمهم ان في حاجات ببيعها فالناس بتطلب مني حاجات، فدلوقتي لو في شركة شحن انا متعامل معاها بتيجي تاخد مني الاوردرات اللي هتوصلها للناس، فباخد منها قيمه الحاجه دي المنتجات دي، وهم بعد كده الناس بتحاسبهم، بتحاسب شركه الشحن. هل ده فيه غلط او حاجه؟
طيب هب ان المشتري رفض السلعة برجع الفلوس، يعني بتاع شركة الشحن بيقول لي وبرجع له فلوس عادي. لا بأس ما دمتم تراضيتم على ذلك، مفيش مشكلة. لكن هو عفوا الناقل هذا الشاحن هل يأخذ أمواله مع زيادة غير زيادة قيمة النقل ولا لا؟ لا لا هو بياخد يعني بياخد منه في قيمة الحاجة بتاعتي، وكمان هو بياخد بقى في الشحن ديت بياخدها من العميل. ماشي حاضر سامعك، حتى يوفر على نفسي الوقت يعني في الرجوم، إن زي أرسلت الشاحن السيارة توصل السلعة ستوصل السلعة وتأتيني بالفلوس، فهو يقول بدل ما أنا أروح وأجي لك بالفلوس مرة ثانية يا عبد الرحمن خذ فلوسك يا أساس أوصل السلعة وأمشي، لا بأس بهذا. رمزي الدليل على عدم إخراج الزكاة لمن يلزمك الإنفاق عليهم الإجماع الذي نقله فريق من العلماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ مصطفى، ربنا يبارك فيك يا رب. وفيك يا ربي. أجيلك بس سؤال بعد إذنك. اتفضل. دلوقتي يا شيخ مصطفى أنا قدامي شغل في مصنع شركة كورية، يعني صاحبها غير مسلم يعني. شركة كورية، مصنع كوري. شركة كورية وبئسة كوريا ها؟ صاحبها غير مسلم يعني. بتصنع هي قماش وسجاد وحاجات زي كده. جواز العمل فيها جائز؟ جائز أن تعمل في شركة كورية لتصنيع الملابس، جائز. مصطفى من الأردن ماذا يقول؟ مش عارف إيه. عموما يا أخ مصطفى لما السؤال يمر علي سريعا، القراءة لا بد فيها من تحريك اللسان، اسمع نفسك. وقد سئل بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله، أظن أبو قتادة أو غيره، كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازي حالك؟ ازيك؟ لا اعرف لازيك اصلا. كيف حالك يا شيخ؟ كيف الحمد حالك؟ لله. الحمد لله. لا انت بتفهم، الحمد لله انك تفهم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. تفضل. ماشي. طب بعد اذن حضرتك بس يا شيخنا ايه؟ انا عندي سؤال بعد اذنك. دلوقتي اشوفنا ايه في شغلانه اسمها عالم بيانات او محلل بيانات، تمام؟ الشغلانه دي بقى ايه يعني؟ مثلا انا ممكن اقول للشركه اللي انا شغال فيها ان هم يزودوا انتاج يزودوا التكاليف على الاعلانات او يزودوا الاعلانات عشان الشركه تكسب اكتر، وحضرتك عارف ان الاعلانات يعني بتبقى فيها يعني منكرات وكتيره ومحظورات، فاعمل ايه؟ طيب هل ده هنا عفوا عفوا يعني انت ترشد الشركه ان تعمل اعلانات لتستقطب زبائن يعني، وبعد هذه الاعلانات الاعلانات فيها اشياء محرمه؟ الاعلانات بتبقى فيها اشياء محرمه يعني، مثلا زي شركات الاتصالات مثلا بتبقى اعلانات محرمه حضرتك. ما انا بس عايز افهمك، انا نفسي افهمك، انا عايز استخلص الجواب منك. انت الان تريد ان تسوق لمنتج من اجل ان تاتي الزبائن، هل يرضيك ان اسمع؟ انا مش مسوق والله. ايوه يعني انت تسال لقوم هذه صفتهم يريدون التسويق. انا بديهم تقارير بس حضرتك. أيوة. فهمني، احنا بنعمله يعني عمليات احصائيه، فالعمليات الاحصائيه دي بينتج منها بعض الملاحظات حضرتك، فاهمني؟ فاهمك الحمد لله. حاصل الكلام انك تريد ان تروج لمنتج بناء على اعلانات فيها محرمات، هذا السؤال اجمالا؟ يعني طيب انا بكلمك، انا بسالك سؤال فقط. الان انت تريد تروج لمنتج،
هل يليق بك وأنت رجل دين أن تعمل إعلان لهذا المنتج في صورة امرأة عارية؟ لا خلاص لا يجوز لك، وقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هل حج الصغير يجزئ؟ تؤجر لكن لا يسقط الفريضة عن الصغير. رفعت امرأة صبيا لها لهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازي حضرتك؟ الحمد لله. كل عام وحضرتك طيب وأنت بخير وعافية. وأخوك يقول حضرتك، هذه كلمة أيضا دخيلة علينا. كيف حالك؟ أنت طيب؟ تفضل. قول يا سيدنا، لما الواحد يحب يجل شيخ كبير يقول له يا سيدنا، الكلمة دي كويسة وكويسة ولا هي أقرب كويسة؟ هي أقرب. قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، لكن لا تضطرد. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابني في شأن الحسن ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأيضا قال تعالى في شأن يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أصل الكلمة جائز، قال النبي للأنصار قوموا لسيدكم، لكن تفشي استعمالها صغير والكبير يا سيدنا يا سيدنا، الأولى عدم الاستكثار منها والله أعلم. طب سؤال تاني بعد إذن حضرتك، يعني أنا راجل ملتحي، فناس كتير بتقدمني للإمامة وأنا بخاف من الإمامة. لماذا تخاف؟ وأهل الإيمان يقولون واجعلنا للمتقين إمامة. أنا في رغبة، الواحد بخايف حاسس مسؤولية كبيرة من الحوالي. خلاص إن شاء الله بكرة غدا بإذن الله ستزول الرهبة ولا تتخلف عن الإمامة. بارك الله في اليد التي قدمت هذا المشروع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ هشام، الله يكرمك. الله يبارك فيك. من فضلك لي سؤالين بس. السؤال الأول، في أخت يعني هي كانت حملت في مولود وبعد كده ربنا رزقها ذرية أخرى، بس هو لما حملت في المولود الأول ده يعني كانت شافت منام بيقول لها ان هي تطلع تبع هيكل وترمي في البحر، طبعا دي الاسماك يعني تتقرب للجن يعني بهذا، فهي لم تلتفت للموضوع ده يعني. فالموضوع ده فضل يتكرر عليها كتير يعني، الاحلام دي تتكرر من الشيطان من الشيطان من الشيطان. عمره يعني تقريبا 30 سنة يا اخي، من الشيطان يا اخي، هذه من الشيطان. طيب هي عملت هذا الكلام، ايه الكفاره اللي عليها او ايه الوضع اللي عليها؟ ان تستغفر الله عز وجل وان تعمل صالحا، ولعلها تعذر بجهلها. تمام. السؤال الثاني، بالنسبه للتساهل الاخوات في موضوع الكوافرات، يعني هم بيقولوا ان التزين حلال وان اللي بيشتغل في المجال ده نساء وان احنا ما بنعملش حاجه حرام كنمص او خلافه، لكن حضرتك يعني تعلم ان الاماكن دي لا تخلو من اغاني او من النساء يعني غير ملتزمات او محتشمات، والاماكن بتاعتهم غير معروفه، وبعض الاماكن بيكون فيها كاميرات زي ما حضرتك عارف. النهي في الموضوع ده يعني يكون نهي كراهه ولا يوصل لنهي تحريم بالنسبه لسد الذرائع وكده؟ انا اسالك سؤال. اتفضل. نفترض وإن شاء الله نكون كذلك أن زوجتك امرأة صالحة، أكرمك الله ولا نزكي الله أحد وأكرمك، وهذه الزوجة الصالحة قالت لك حالتنا المالية غير ميسورة ومتعسرة، فأنا سأجعل غرفة عندي في البيت لتزيين الأخوات الصالحات بزينة شرعية شرعها الله حتى أكفيهم شر الخروج لأماكن سيئة. أمين. وطورت العمل بما لا يخل بالشرع. حرام؟ لا غير حرام. لا غير حرام، غير حرام. لا بتكلم لو إن الزوجة مش هي اللي هتشتغل في الشغلانة، هي عايزة تروح يعني. أنا يا أخي افهم الكلام، افهم ربنا يحلها يا أخي، افهم الكلام، اصبر، مش من باب تحريم الشيء نفسه يا أخي، اصبر علينا، اصبر علينا. يعني أنت قلت جائز لزوجتك الطيبة أن تفتح محلا لاستقبال الأخوات الصالحات اللواتي يريدن التزين الشرعي. تمام. صح؟ إذا الأخت اللي هتجي لها آثمة أو ليست بآثمة؟
لا ليست آثمة. خلاص إذا سنضع القاعدة إذا كان المكان آمنا وليس فيه محاذير ينهى عنها الشرع، ليس فيه محاذير فلا بأس حينئذ. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حامدني الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا وكلما طيبا ونوايا صالحة وأعمالا صالحة يا رب العالمين. عبد الرحمن. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم وسع لنا في الأرزاق فأنت خير الرازقين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، واغفر لنا يا خير الغافرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. يا أهل المغفرة اغفر لنا يا غافر الذنب يا قابل التوب، اغفر لنا يا غفار يا غفور يا عفو يا كريم. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين، واصرف عنا وعن أزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم فك أسر المأسورين المسلمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى وسلم المسلمين، وعليك يا ربنا بأهل الظلم والعدوان يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.